مرحبا واهلا فيكم. الحقيقه ما عاد فينا يعني نكون التسميه اللي بدنا نقولها او التعبير دقيق وقت نقول خيارات الدوله السوريه. ما بنعرف قديش بقى متروك للدوله السوريه خيارات او للنظام او حتى للرئيس بشار الاسد. بالعلاقه مع روسيا على سبيل المثال، وما بعرف اذا خيارنا او انجرينا لهذا الخيار. المشكله انه النتيجه واحده، النتيجه كارثيه، بانه نحن نكون بشراكه. وراح ارجع عيد هالحقيقه، ممكن تاكدوا منها، انه يمكن نحن الدوله الوحيده في العالم بشراكه مع روسيا في حربها في اوكرانيا ضد الغرب كله. يعني هذا الموضوع بحطنا نحن الدوله السوريه بين قوسين، وانتوا اعلم وين الدوله السوريه اليوم، في مواجهه للغرب، يعني في مواجهه الغرب، يعني اوروبا، الولايات المتحده وسواها من الدول. هلا روسيا تصطفل، يعني روسيا في ناس بيعتبروها دولة عظمى، هي ممكن تكون عارفانة شو عم تعمل، عندها مرتكزات، عندها قوة عسكرية، عندها ثروات ممكن ترتكز عليها بحرب طويلة. ولكن نحن المواجهة مع الغرب شو ممكن تسوي فينا أكثر من اللي موجود، غير أنه هي تفشل يوم بعد يوم أي إمكانية للوصول لحل الأزمة السورية. ما تتخيلوا بشكل من الأشكال أنه مثلا فشل مبارح الاجتماع التشاوري في الأردن يلي مبني على مسار طويل، وكان آخر اجتماع جدة، أنه والله هو مصادفة. هذا الموضوع بيكون متعلق بالصراع الموجود الخفي بمنطقتنا، وهو صراع معلن في أوكرانيا بين روسيا والغرب بشكل أو بآخر. ما رح يتركوا الحليف أو الشريك لبوتين أنه ينجح أو يحرز أي تقدم أو يرجع يتمكن من أي شيء. يعني هذا الإطار العام لحتى ما نعذب حالنا دائما بالتحليل والشرح. بيضل عنا طبعا المقلق في سوريا هو الوضع المعيشي، الوضع الإنساني، وتعلق بالوضع المالي والوضع الاقتصادي. ماليا أيضا نفس الطريقة تتصرف بين قوسين أيضا الدولة السورية، النظام، الرئيس الأسد، ما بعرف الحقيقة مين بياخد قرارات، وكأنه نحن دولة عظمى. لفت نظري بزيارة المبعوث الصيني، مبعوث الرئيس الصيني إلى دمشق، والحديث بينه وبين الأسد، الحديث عن الدولار وعن يعني التعامل بالعملات الوطنية وبدعم اليوان اللي هو عملة الصين، وأنه يعني حان الوقت لنتخلص من سيطرة الدولار. هذا الكلام من الصين طبعا اللي بيحكوه بحذر وبدبلوماسية وبيعرفوا إمتى يطرحوه مقبول. يعني الصين دولة عظمى ما فينا ننكر، منافسة ممكن تيجي بالمرتبة الثانية من ناحية الاقتصادية وراء الولايات المتحدة الأمريكية، عندها فائض قوة، هي يعني حق مشروع لها، ولازم الحقيقة وقت واحد يصير عنده فائض قوة أنه تبحث عن أسواق في الخارج، تبحث عن الاستحواذ على مزيد من النفوذ، وهي عم تبحث على فكرة. يعني نحن عم نعتمد على نظرية نجاح الصين بأنه هي تكون ند للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إلى اليوم هو كله محاولات في منطقتنا. ممكن يكون اللي عم يصير منطقتنا هو فخ للصين، إن كان التقارب الإيراني، يعني هن تركوا الصين يدخلوا بأعقد الملفات يلي يبدو أنه ما له حل هلا حاليا. قالوا له تفضلي خلينا نشوف دبلوماسيتك، دخلوا بالعلاقات الإيرانية السعودية، دخلوا بالعلاقات العربية السورية بدون ما يكون في أي حل سياسي في سوريا أو تغيير في سوريا. هذول الملفين على الأغلب ما رح يتم التوصل لحل فيهم، لأن هن أصلا يعني معقدين جدا، وهن اليوم صاروا في مدار التشابك، أو خلينا نقول الحرب بين روسيا والغرب، كل واحد عم يشد بطرف. فدعوة الصين أنه تفضل يحلي، على الأغلب هن حتى يسجلوا بسجل الصين فشل وليس نجاح. بكل الأحوال بنرجع لموضوع العملة، طبعا هالتصريحات مثل ما شايفين يوم عن يوم عم بتأثر على الليرة السورية، السياسات، انه نحن مين لحتى نقول والله بدنا نتخلى عن الدولار. دول عادة اذا كانت سوريا متعافية، يعني مو بالوضع الراهن اللي بنعرفه، بحجمنا بتنقى بنفسها، ليش بزمانه عملوا حركة عدم الانحياز؟ لان الدول الصغيرة ما خرجت تدخل هالمواجهات الكبيرة، حتى بالحروب العالمية على فكرة بتشوفوا انه الدول الكبيرة دخلت، البقية يعني هن يعني الحيط الحيط يا رب السترة، ما خرج لا اقتصادهم بيتحمل ولا قوته العسكرية بتحمل، ما ممكن هن يكونوا بهالمواجهة. نحن بسوريا ليش عم نتنطح ونحط راسنا براس الدول؟ ما بعرف، هل هو فعلا عن جهية النظام وكبر راسه مثل ما بنعرفه، وفعلا مصدق التصريحات اللي بنسمعها من السياسيين
ومن يعني بعض المحللين بأنه تغيير يعني في موازين القوى بدأ من سوريا، وأنه نحن هل فعلا مقتنعين القيادة والرئيس أنه نحن فعلا من عنا بلش موضوع تغيير موازين القوى، ونحن جزء لا يتجزأ من هذه العملية، وأنه نحن بدنا نحصد يعني أو بلشنا الحقيقة بلشنا نحصد بشكل سريع من تهافت الدول العربية الأخيرة. هذا الخطاب يلي حفظناه بالنهاية طبعا كله جعجعة ما في أي نتيجة، أنه نحن مآمنين أنه رح نصير جزء من القطب الجديد أو مركز القطب الجديد. مرة حكيت حتى لو الصين هي فعلا حققت نجاحات وانتصارات على الولايات المتحدة الأمريكية، قديش رح تاخد سوريا بوضع الراهن والنظام السوري بعين الاعتبار؟ يعني هذا سؤال يطرح. فإذا ماليا أيضا هل التصريحات اللي تشبه التصريحات السياسية تؤثر على الوضع المالي يلي هو متمثل اليوم؟ بتوقع ما في غير وجه الليرة السورية. الليرة السورية هي متماسكة فقط من الحوالات اللي عم تيجي من الخارج، والوضع المعيشي في سوريا أيضا. بنيجي على الموضوع الاقتصادي وزيارة مرتقبة رح نحكي عليها بالتفصيل بكرة، الرئيس الإيراني إلى سوريا يلي عنوانها الكبير هو الاقتصاد. وهون بدنا نسأل حالنا شو بقي من الاقتصاد السوري. الحقيقة الاقتصاد السوري متوقف تماما، كمان كلنا بنعرف باقي منه شوية ثروات وباقي الخدمات العامة يلي الناس ما فيها تعيش بلاها، من الكهرباء على سبيل المثال. وباختصار وببساطة جاي بكرة الرئيس الإيراني يضع يده على شريان الكهرباء في سوريا ويرى ما تبقى من ثروات لحتى يعني يسدد الديون أو يحصل الديون اللي على النظام. نسمع، أنتم بتسمعوا الخط الائتماني، الخط الائتماني يعني دين، الأول الثاني الثالث. طيب شلون بدنا نسدد نحن هالأموال مع الاستعصاء الموجود السياسي، عدم وجود حل، عدم دوران عجلة الاقتصاد؟ بيحطوا إيدهم على الثروات، بعدين بيحطوا إيدهم على الخدمات العامة، لأن هي الخدمات الوحيدة أو هي الشيء الوحيد اللي ممكن يكون منه جدوى. الآن كهرباء، صحيح الاستثمار الإيراني هو رح يكون استثمار خاص وما رح يكون متاح للجميع، لأن رح يكون للي معه يدفع، وبسوريا ما عاد حدا معه يدفع، يعني ما عاد حدا عنده قدرة. فواتير الكهرباء نعرف خاصة بهالوقت بتطلع بدول الجوار بدول العالمية بين 50 ل 100 دولار، هذا هو يعني يمثل أضعاف راتب الموظف السوري، فهو ما رح يحسن يحصل على الكهرباء. طب إيران شو بدها بهذا الموضوع؟ بتوقع إيران مو كل الهدف من موضوع اهتمامه بقطاع الكهرباء هو اقتصادي، هو على الأغلب ضمن مشروعه يعني هذا الأسطوري في السيطرة على المنطقة لتحقيق أساطير ما بعرف شو هي، بأنه تمسك هذا الشريان هذا العصب الأساسي بسوريا وتقطع الطريق بباقي بما تبقى من بعض الثروات، أو إذا في فرصة لحتى نزب يعني أطراف أخرى لحتى يساعدوا في يعني ترميم الاقتصاد، في يعني تخفيف الآثار الكارثية، تقطع عليهم الطريق. وعموما اليوم الحقيقة بالإعلام الإيراني كان عناوين المطروحة لزيارة الرئيس رئيسي إلى سوريا أنه الوقوف مع سوريا اقتصاديا في السلم كما وقفت معها في الحرب وانتصرت. يعني بكون تتخيلوا نهاية وقوفها معنا بالاقتصاد بالسلم، أنه هيك افترضوا نحن في حالة سلم، رح يكون نتائجه تشبه الانتصارات يلي يروجوا لها نحن اليوم بالرؤية الإيرانية ورؤية النظام السوري منتصرين. فالإنجازات اللي رح تكون بالاقتصاد نتيجة هذا التعاون تشبه يعني إنجازات اقتصادية تشبه الانتصارات العسكرية والسياسية. وانتوا بقى تخيلوا النتائج. في أيضا من الشيء اللي انطرح أنه دعوة موجهة للدول العربية للانضمام للجهد الإيراني في إعادة بناء البنية التحتية السورية والمشاريع في إعادة سوريا لدورها إلى آخره. يعني حتى بهذا الموضوع وصياغة الجملة اللي جاي بقناة العالم أنه هي المساحة لنا وتفضلوا معنا، يعني تفضلوا معنا، يعني وهذا قديش بدي لاقي قبول بقى عند الدول العربية، يعني بتوقع ما رح يلاقي أي قبول لحتى نعطيكم بعض من هذه المشاريع. والحقيقة هو الهدف قطع الطريق على أي يعني نافذة للتعاون العربي مع سوريا، مثل ما قطعوا الطريق على المسار التركي مع سوريا. اليوم صار مسار عوض ما يكون ثنائي، صار ثلاثي، ودخلت إيران وتصدرت المشهد. أيضا إيران تدخل على الخط أو هالاحتمال أو المسار العربي السوري يلي هو متعلق أساسا بالمبادرة الصينية للتقارب بين إيران والسعودية، ومرة تانية ما صار شيء لسه عرض الواقع.
يعني كل المؤشرات بتقول انه هي رايحة للفشل، حتى ما نقول الصين والصين والصين. فنحن متعلقين بهذه المبادرات، وإيران اليوم تستحوذ على كل شيء، أنا برأيي تقطع الطريق على أي احتمال لتستطيع الدول العربية أن تلعب أي دور. بتوقع الدول العربية حسوا على هذا الموضوع متأخر كتير، فات الأوان، فجاي الرئيس رئيسي ليستحوذ على ما تبقى من الثروات. ما عندنا اقتصاد نحن، ولا تصدقوا يعني رح يكون هي كذبة كبيرة أنه نلاقي استثمارات إيرانية في سوريا. لمين؟ وين السوق بسوريا ليعملوا استثمارات؟ الناس مو ملاقيه تاكل، شو اللي بده يبيعوه للسوريين ان كان خدمات ولا سلع؟ فهي بدها تحط ايدها على الثروات السوريه تاخذها، وبدها القطاع يعني القطاعات الخدمات العامه تحط ايدها عليها. ما بتوقع رح يكون مجدي ومربح، ولكن لحتى تمسك الدوله او النظام وحتى الرئيس الاسد من الشريان الاساسي. وقت واحد مسك الكهرباء بسوريا، هي التجويع الكهربائي اللي شفناه هو بالنهايه ليوصلوا لهون. ما أعطونا نفط، ما ساعدونا أبدا بإصلاح الشبكة والبنية التحتية اللي بيكون حليف أو بيساعد صديق مثل ما بيقولوا. ما بيكون يعني صحيح ما في شيء ببلاش، ولكن بيكون في استثمار من أجل التعافي ومن ثم سداد الديون. ولكن يلي عملوه الإيرانيين هو الإمعان في تأزيم وضع الكهرباء مثل ما صار بلبنان. بلبنان في قوى سياسية ما خلت إيران تتمكن من هذا القطاع، ولكن إيران اليوم بكرة هو تتويج لا يعني نجاح جهودها في السيطرة التامة على قطاع الطاقة والكهرباء. فهذا هو التسليم ما تبقى من الاقتصاد إلى إيران، الانتحار المالي بالانحياز للصين في حرب المالية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعارف شو جايينا نحن من هذا الموضوع، الحقيقة شو جايينا ما بنعرف، يعني الصين وروسيا وكذا، بس أنتوا فكروا فيها. نحن يعني لو أجانا، لو فعلا في عنا دعم حقيقي، فعلا هن عملونا كحلفاء كشركاء ومدونا، لو اعتبرونا مقاطعة من مقاطعاتهم كان أوكي، يعني بنقول ماشي الحال. ولكن هن ما في غير حكي، يعني مين بيتذكر أخذ شيء اليوم من الصين من روسيا حتى من إيران؟ هن حتى بالمباحثات بيقول لك لترتقي العلاقات الاقتصادية للمستوى، يعني أصلاً وجود الميليشيات وال يعني القوى المسلحة الموجودة إلهم وسيطرتهم على الميدانية على كثير من المدن. فاليوم نحن في عنا حالة للتسليم الاقتصاد وحالة من الانتحار المالي. رح يضل سعر الليرة يتهاوى، رح يضل الوضع المعيشي مع الأسف يتراجع. نحن اليوم بوضع كتير صعب الحقيقة، بدنا معجزة لنحسن نطلع منه. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.